هو كان متوقعا وكذلك خرج مفاجئا ربما في التوقيت، سيما وأن قرار الإقالة وفقا لما تم نشره عبر صفحة مؤسسة الرئاسة التونسية كان في ساعة متأخرة من ليلة أمس. دعينا هنا نضع النقاط على الحروف. بالنسبة لنجلاء بودن تمت إقالتها فقط، والفريق الحكومي ما زال يمارس مهامه، وأحمد الحشاني سيكون على رأس هذا الفريق. ربما الفترة القليلة المقبلة ستشهد بعض التعديلات الوزارية، سيما في بعض الوزارات التي تختص ربما بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والمالي، بعيدا عن الوزارات السيادية كونها ربما تعمل بشكل طبيعي، وكانت هناك تغييرات أجريت على رأسها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد. بالتالي نحن نتحدث عن تطورات أيضا خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. أحمد الحشاني استلم مهامه رسميا إثر إلقائه وأدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد بعد وقت وجيز من الإعلان عن إقالة نجلاء بودن من منصبها. ما بقي الآن على أرض الواقع سوى التسليم والتسلم، أي يتسلم الحناشي من أو الحشاني المهام من نجلاء بودن وهي تغادر مقر الحكومة في القصبة. حتى هذه اللحظة حقيقة لا توجد ردود فعل من المنظمات النقابية أو الوطنية أو الأحزاب السياسية حول موضوع إقالة نجلاء بودن من منصبها. حتى الساعة أيضا المعروف عن الرجل الجديد الذي سيقود الحكومة التونسية خلال الفترة القليلة المقبلة، المعلومات حول سيرته الذاتية شحيحة، إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى أنه كان يشغل مدير الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، ليس له خلفية سياسية حتى هذه اللحظة على الأقل وفق ما أشير ببعض التسريبات الإعلامية. هذه هي الحكومة الأولى في ظل الدستور الجديد، ولكنها الثانية بعد إجراءات 25 من يوليو عام 2021 حينها الرئيس قيس سعيد أقال حكومة هشام المشيشي وأعلن حل البرلمان الإعلام التونسي ياسر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. الإعلام التونسي كيف استقبل هذا التعيين الجديد من قبل الرئيس وفي ساعات متأخرة؟ الإعلام التونسي يناقش ويتحدث مع عبر وسائل الإعلام المختلفة مع الضيوف والمحللين السياسيين حول أصداء عملية الإقالة وأسبابها. ربما أن السبب الأول أزمة الخبز في البلاد، نقص الخبز في البلاد خلال الفترة القليلة الماضية، وحتى الآن لم تكن هناك معالجة فعلية من نجلاء بودن لهذه الملفات الحارقة، فضلا عن الأزمة المالية الخانقة وكذلك الحالة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، تدهور القدرة أو تراجع القدرة الشرائية للتونسيين، ازدياد نسبة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، كذلك كل هذه الأمور عجلت في إقالة نجلاء بودن. وهذه التصورات والأسباب التي يتم الحديث عنها عبر الإعلام التونسي ووسائل الإعلام المختلفة على الصعيد المحلي، مع انتظارات ربما من رئيس الوزراء الجديد أن يعمل على مجابهة هذه التحديات والحديث عن سيرته الذاتية المقتضبة وما هو المنتظر منه. ياسر سنبقى في متابعة معك طبعا.